في حديث العرب هذا الأسبوع. بنسمع ما فعله الدكتور ناصر حامد أبو زيد في علوم القرآن، أعتقد أنه كان يؤمن بمسألة الإصلاح الشامل. فكرة معاداة السامية لم تأتي من العرب، هي دخلت إلى العالم العربي مترجمة زي بروتوكولات حكماء صهيون وما إلى ذلك، ترجمت للغة العربية عن طريق حركات التبشير الأوروبية. كيف تقيم هذه الصورة، صورة المسلمين اليوم في أوروبا؟ الأكاديمي عمرو رياض في حديث العرب مع سليمان الهتلاني.